أرقام مشجعة كشف عنها بنك الجزائر من خلال مذكرة ظرفية، فقد بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد موزعة بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية والخاصة أكثر من 10,000 مليار دينار جزائري نهاية سبتمبر 2023، مسجلة ارتفاعا ب 5.82% مقارنة بشهر ديسمبر 2022. نسبة الثقة في الاستثمار راجعت تدريجيا بعد الأزمات مثل الكوفيد إلى آخره، وفي عوامل أخرى إدارية كانت فيه قوانين تخص الاستثمار انتظرناها لمدة خرجت في سبتمبر الماضي، كاين فيه قرار تاخذه رئيس الجمهورية كما شفنا اللي هو تسريع وتسهيل القروض بالنسبة للاستثمار، وكاين فيه عوامل تقنية كنشوف أنا شخصيا عاملين. العامل الأول هو بالنسبة لبنك الجزائر اللي خفض مستوى السيولة بالنسبة للبنوك، فهذا أعطى للبنوك إمكانية يعني قدرة أكثر لتمويل الاقتصاد. وفي عامل آخر وهو أنه على المستوى الدولي كما على بالنا تسيير مخاطر إلى آخره، فكانت فيه كثير من المستوردين ولو يمشيوا بلاتر دو كريدي. وأشارت ذات المذكرة إلى الارتفاع الملموس للإيرادات المالية ب 855 مليار دينار جزائري في ظرف سنة ليبلغ 7823 مليار دينار جزائري نهاية سبتمبر 2023، أي بارتفاع 12.27% مقارنة بنتائج سبتمبر 2022. فالتحدي الأول للصيرفة الإسلامية كان أنه كيف تجد الموارد لتسمح لها أنها تقدم العرض يعني اللي يوافق يعني قوانين الشريعة وفي نفس الوقت يوافق طلبات المواطنين اللي هو يعني يحب يشتري سيارة ولا يبني ولا يستثمر إلى آخره. فالعمل هذا كان أنه الموارد راح تكون بالنسبة للإدخار، فكان في عمل جبار نظن بالنسبة لتشجيع الادخار في الصيرفة الإسلامية، وهذا اللي يسمح أنه مد قوة للصيرفة الإسلامية أنها اليوم قدرت ترفع حجم الودائع. ودائع الصيرفة الإسلامية هي الأخرى عرفت نمواً حيث بلغت 623 مليار دينار جزائري نهاية جوان 2023، أي بارتفاع بنسبة 14% عما كانت عليه نهاية 2022. ولما نوقف مثلا الاستيراد هذا راح يعني يقلل من ايرادات ضريبية بالنسبة للدولة، خفضت نسبة الايرادات في هذا الميدان هذا، ولكنها كاين فيه ارتفاع في ميادين أخرى. ففي القانون المالية شفنا أنه كان فيه 48% من القانون تعمل على إيرادات خارج المحروقات. مؤشرات إيجابية أفصح عنها بنك الجزائر، فالأرقام المقدمة تعكس سلسلة الإصلاحات والتدابير الاقتصادية المتخذة من طرف الدولة وتنبئ باقتصاد متين يمكن له التصدي لمختلف الأزمات.